الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما ذو بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين يأمنون الصوت لأن لهم أجرا حسنا ما كسين فيه أبدا وينذرون الذين قالوا اتخذوا ولدا ما لهم من دينه ولا لآبا صبر الكلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باهع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بها للأسف.